بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن فجرني وحلوها الصلاة الشبينية مركو يقرد ميي وسنن إيا مكروهات صلاة لحريرة وباب قدر المؤلف رحمه الله تعالى وحوجري. ويصن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلا أو خط قبارته دفع المار. قف مركو تكنيو هديو السطرية هيو تكنيو آمدي سهو سمايستي هنقطة آمدي صلاة كلر دواري هنقطة قفك هرمرية إنه يسكعري السنة ويابوي وحابيه السترة النقونا يبوترين يا مرك ويسن وحاسنا للمصلي قفك تكني أما تكني إلى جدار دربي بكت تكني يا جدار بسان بو سترة كبكتي وكد واري سرادسي أو سارية أما تير كمدة تيرشا يكت أغيها ما شو كنت كنيه أما مساجد أما ملكرة أو عصا أما أول مغروزة لقتمية مغروزة للتاري ولا أولك قتمية وسترك بغتي أو بسطة أما فتصالة مصلى وحو كنت كنيه سجاية بغتي أو خطأ أما تحري وحريقي قبالته هكا هرتي ساحريقي. انت قفكي مد كمد السمائي وحا جمعنا يا قفكي السطرة سميستي دفع المار قفك هرمر يا انو اسكعليو باو سنع مالك رحمه الله تعالى مسألة نوكاها اللي السطرة الدال لها دعينا اسكعلي سوحيك هرمر يا نبي عشي صلى الله عليه وسلم حديث بسعيد الخدري الصحاحة كوي اللي نبي وكيلها قفها دوت كان إلى شيء يستره وحص تروح تتكواه فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قفوا الدورة ويسقضها يعني هرمرة فليدفع إسكعلي فإن أبا فليقاتل هدود ديدنا هلقد غالمه فإنما هو شيطان شيطان ويكاس معنى وحن الشيطان بعد وضع كورة شيطان كنا شياطين الإنس والجن وإليه هتو حتى إنسي هاي وحو سمينيه وعمل شيطان سغن الشيطان ساسع لهم العربية شيطان دي صلاة دينا كعشة تاي واتفرنته تاسي وقفك سترة سميسانية لكن فليدفعها إسكعليه فإنما فليقاتلها لدغا اللمه وحالو غتشي ذا إن الحد بصيرة أغفي عني دي سجع علينك تي سجع عليس لكن دي توريه تستسو قالتها وبسطورت صحراته وقفك مري لاني تصاصر عظام على حبطة فور غانفته أما توريه الدري جسال ورمالها لاتين الله يسال الله مفر أيوه لكن اسكع علي غايدون إن الله كي يسويه. طيب هذا اسكع علي كريوه وهذا في حدوه وحمقضه وحبره ومالها حق لأن قاعدة نبغى كوكا صلى الله عليه وسلم قاعدتنا وحيهاي ما ترتب على مأذون فليس بمضمون وحي شرع وقوف الصحي وحي كباشا لغو ما هيسك اسكعني بالوغلي واسكري حلي قلال بوكو فايا هو مركع على ما هو تشوي ساقه هولو تالوان هولي ساقه تالوان هذا يجب في حتاك علمت شرع قوة قرادي كدب حوشي وحيابها النقون كرا سترادا جدار اللو تكادو ويسوغانتا وشيك دونا سارية جيت ان سترى لغا ديغانا ويسوغانتا او عصا مغروزة تنا ويسوغانتا لولا دنبانا مرم باكت تاغن لولا دنبانا مرم باكت تاغن. ولذلك مالك رحمه الله تعالى السابو يسكوه لداري بناء ان يوحى صورة سترائيه نبي عليه الصلاة والسلام سيد إمام المسلم يا بخاري وورين أيان وحاكسوا أن إنه جدار أبتو كان أيه
isaga iyo derbigana neef arya inuu mara ay u dhexaysay, manaa sutrada inteeda in dhexaynaysa ma aha, meesha uu ku sujuudayo iyo derbiga neef arya intuu maraa u dhexaysay, amaa meesha uu ku sutrada iyo isaga meesha uu taagan yahay saddex dhudhun baa u dhexayn jirtay. Haddii saddexdaada dhudhun intaad dhudhunisaad istaagto, wax yar baa idiin dhexaynaya meesha sutrada. Saa darteed sutradu inay ku yar dhowdahay waa la rabaa inaad halka masaajidka dabayaaqadiisa intaad dhigto, adna xagga istaagto tiraada intaa lama mari karo, meesha barori baad ku ciyaari, xaq aadan lahayn xajri inaad ku samayso xayiraato lama ogola. ama waxa labaad ee atiirka, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaan jiray masjidkiisa tiiruu inta badan ku agtukado. saxaabada qaarkood baa ku agtukan jiray, markaasa waxay dhaheen nabigaa ku dadaali jiray halkaa inuu ku tukado. iyadana waa qiso saxiixayga ku taalla, in lagu tukado ula dhigtana nabigay ka sugantay sal ala slam ulbir afka kule buu inta uu qotomiyo uu tukan jiray. in ruwaada xadiidka ka mida ushaa birta leh canaza la yidhahdaa fi lugati alcarab, alcanaza usha yeele birta afka kuleh waaye ee dhulka la qotami karo. qolo caraba waxaa jirta ree bani canaza la yidhahdo, nin baa wuxuu u maleeyey sallaa rasuulullahi ilaa canazatin baa la yidhi, nabigu ulbu meel qotomiyo u tukaday baa la lahaaye, wuxuu u qaatay ilaa canazat ree bani canaza xaggooda u tukaday. markaas anagu ree bani canaza haddaan nahay dadka fadli baan dheernahay, sallaa ilaynaa rasuulullaahi sala allahu alay slam, nabigaa noo soo tukaday. moogtaa haddii waxuun kugu dabagadoomo ninka waa nin aimatulxadiis oo kutubu sita ay dariishadeen abuu muusa alcanazi maxamed ibn almusanna raximahu llahu tacaala, maxuun baa kugu isku dabagadihi karo haddii hawaaidku kugu degadoomo xaraf kuu qalloocday waa dhib badan yahay. inahaasi waa sugan yihiin. wa amaa in mara la goglado la fitsadaayo wax daliil oo ku sugan maanan arag, qiyaasan cala alkhati weeye, khadka in la jeexo horta sida loo jeexayo sida mixraabkii weeye saasaad usoo godi meeshaa u tukanaysa markaa sutra ka dhiganayso. xadiid baa ku soo arooray nabiga laga wariyey sal allahu calayhi wasalam oo yidhi qofkin hadduu tukanayo hortiisa waxa dhigo, wax kale hadduu waayo ul ha ka taago, ul hadduu uu waayo falyakhuta khatan uma laa yaduruhu maa mara min waraayi, kadib haddaad xariiqin jeexato wixii ka shisha maraaxo salaadaada yeeli maayo. xadiidkaasay culimmadu aada isugu qabteen raxmat ullaahi calayhim, ragay aimaad ibni xibaan iyo ibnu khuseymi iyo imaamu axmed iyo ay ka mid yihiin way tasxiixiyeen xadiidkaas. bayhaqi fii sunani isaga wuxuu ku leeyahay laa ba'sa bihi fii mili hada alxukm, xukumkan oo kale dhibaato ma laha. xaafid ibnu xaj culimmada qaarkood markay iraabu xadiidkan warkiisa ma kala cadda ku cilleeyeen, xaafid ibnu xajar fii buluuqi almaram wuxuu leeyahay man zacama annahu muqtaribun lam yusib bal huwa xasanan, xadiid xasana wey fii buluuqi almaram wey. inahaasoo dhani waa tasxiixiyeen, waxaa aqwaasha culimmada in badan soo gooriya alxaafid ibn almulaqin kitaabkiisa tuxfat lmuxtaaj bitakhriiji axaadiisi lminhaaj, wa minhaajka nawawiyana akhriyeenaa raxmat ullahi calayhim jamiican. culimmada laakiin qaar badan oo kalea tadciifiyeyo tusaale iyo mithaal waxaaba loo soo qaataa xadiidka mutaribka la yidhahda daciifka isagaa loo soo qaataa, ilaa aan filayo ciraaqi inuu haa fi alfiyatihi ninkii yidhi markuu mutaribka ka hadlayay kalkhati lisutrati jami alkhulfi walidtiraabu muujibun lidacfi, xadiidkan uu soo qaatay. waxay yidhaahdeen faradan sallamna inuu xadiidku daciif yahay, masaladu fadaa'ilu lacmaali wey. imaamu shaaficina fi lqowli aljadiid sida bayhaqi fii sunanihi kaga soo guurinaya kitaabkii buwayti wuxuu leeyahay haddii uu sugnaado ma ogi wax xadiis oo ku ah saxiixad la xariiqdee, haddii uu sugnaado sutra waa noqonayaa isagana. culimmadii tasxiixisee daartooda iyaga ishkaal iyo wareerba kuma jiro, kuwii xasan ka dhigayna waa la mid, kuwa dacfiga ictiraafe ee fuqahadeenna shaaficiyadaana baabu fadaa'il alacmaal iyo sunan baan ka hadlaynaa bay yidhahdeen. wasaxiixu sida saxiixee raajixa taxriimu lmuruuri in la mara waa xaaraam xiina idin, markaas qofku markuu sutradaa samaysto isaga iyo sutradiisii inaad kala dhex martahay xaraam wey. nabigeennana wuxuu ka sugan sala allahu calayh alihi wasalam xadiiday saxiixeenka ku warinayaan low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusalli maadaa calayhi
لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذو قفكو قال لها وحكسو قال يا قف ستردي إن الكلام أحمر تهر مرتو أفرطا إن أتاك على خير بنان الله. أنت ورواية الصحيحين كا رواية بزاري غير كود أي ورين أيان بالله زيادة كود رئيسة علماء قارنة حسين أيان قيب تهر وحكود رئيسة لولا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم دمبي كسو قاري لكان أن يقف 40 خريفا أفرطن ضيرات إسكا أفرطن صنوي أفرطن صنينا تابناتا كارفض كفض دمبي كسو قاري يقف كذا يحوك نحمر تورمرت صادت الأهلين أغبوي دمبي أنا واري هذا هاي ضدك تكني سترى لا أردت الله مريم هل قد عيب؟ قلت وحاني النووي وزيادات سيبا فصل كان يكره وحاك راهية الالتفات إلى الهريرها في ضي ديرو لا لحاجة يذر حاجية يضنك وكلف يسجر إن صلاة هريرها في رسائي صحمة وعلى قف عيه صلاة تشبه ميسو لكن وعلى قف عيه فرير ضيق إنك قاربا وحاك القبلة انتو حرارة حوله كسر حرارة المغرب كسكبريو وصلاة كنا احتريا صلاة روا كتيرا أنا قرا واترنا يا مرمو قب حولي هاي نيفك هم لها معرك قارنا صلاة كتيرا طبك السواق قال يا طبك ما تدن ساهر يلا هم فيرين الخور كو فيرين يا تاصل الله وقرا صلاة داري وحبي ميسا وحيب وحيوان يا إمام البخاري يا غيرك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن يتري النبي وحام ويدي عن الالتفات في الصلاة صلاة دينا عن هريرها في الفيرية ويدي وكاسه حيري هو اختراس يختلسه الشيطان من صلاة العبد شيطان كو صلاة داري مربحة يوم أن أعرض يوي خشوع لانا ويكل ما ميسا تاوى من الكبات وحاك الله بكراهية ورفع بصري إنه سنوقع إلى السماء كر كر إنا الفيري سنة كراهية وي هذين التحريم بالقارين صلاة وحي مصور مرني موضع السجود هنا إلى السويري سوي هورين والبوه قليه كرت مايا نرجع صلى الله عليه وسلم أدبو قد يقول حديث بخاري غير كوريا موحو كلية هاي ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم محيهين ضدك صلاة يقول كتر عرك في رنية مركز هذا الكي أدبو أدكي يوحو لي أما ويدين يان أرنتاس أو لا تخطفن أبصارهم أما إن أهضا لطفا يقول إلهي وعندها ترية معنى واحد مضطي إنها نور كودي دم إن لغاسيات مضطي ودم بيوه واحد قشور عقوبكم مضان إيسا وذلك قاركود بالعلمات الكراهية ما هو تحريم بإذارين صدح وكف شعره أو ثوبه مرض عضية مهاجة إن عليسو أو دوبتان وليسو ديري نبقى أن صلى الله عليه وسلم حاكم إذا عديك من عباس الصحيحين كان أمرت أن أسود على صبعة عظم يجري وحاكم إذا وحال إيقرها يا بي نبي وحجري أن أكفت ثوبا أو شعرا إنما قد تنتمه مشكلة دينا ما هي ستو دي تمه نواك وانتاقا ذاتك تمهة تلعسا هذا تمه إيارا صور دعان إنو مانتو العليا لما أقول مرارا ماذا حكوسا هذا صور دعان كبتك وحال إذا هذا إنا كرنا وعليسو دو طرب على إذا هذا إنا ميلها كقباتو أما كل كلها قشاتو أما أردنا حديق ودو دو طلما وقال إنتا صلاة كتيرتو وحبها يسكون باشقولين تماها يمريوها كلسو جوداني اسكدام عليه كأفراد ووضع يده قعنت إنو صارو على فمه أفكيسا بلا حاجة تنجح جلان يدن حاجة أباهي تشيرين أبكى قعنت إنا التارتنا نبي واديه صلى الله عليه وسلم وحديث أبو داود يغير كيوريين فهو حوليه هاي الصحيحة نبي وحوليه بي أن يغطي الرجل فاه في الصلاة قف أفكي سيرو الدلو صلاة وعلى ديلي لكن حاجة يباهي قعنتنا تقوى وطادة اتماده سيدا قف واها هامسلي ونبي عليه السلام وحيه قفين دوها هامسلي إذا تتعوى أحدهم فليكن ما استطاع انتو قوودها قريبا وقعنتنا لصارا كاملة حل على هامسة قعنتنا تارتو فتوسور ريبي بها حاجة لكله حاجة هذا اتماده سيدا هامسي وطارك الطار
dabayl iyo boor hadduu yimaado afa iyo sanka ka qabsato waa saari kartaa. Haddii de qofku soo agistaago oo inaad mantagto aad ka yaabto wax kala kuu soo uro waad qabsan kartaa, waa lil xaaja. Waxaa ku soo agistaaga waxaa ugu daran bay yidhaahdeen in hadda masaajka agtiisa sigaar intuu iska dhigay afkiisoo kulul biyo ku luqluqday foosa neerad maya wax kalemu hibisbihaa. Marka saas oo kaleeto, haddii qofkii agtaada joogay wax ka soo basal buu cunay, toon buu ka dhargay, dawo kaluu soo cunay, sibuubuu u xanuunsay oo imtixaanan yahay, neeftii baa ku dhibtay. Intaad la laboon lahayd bixaajatin waa taaran kartaa. Dabayl iyo boor iyo qiiq baa yimid waa taaran kartaa, laakiin iyadoo intaa midna lahayn afka inaad duubato lama ogola. Oo haddaan dadka la tukanayo in lay gartana aadan rabinna de meelahaaga cidhahaada ku tukada tukana ka tukanaysa. Waxaa kaloo shaneeya walqiyaamu in la istaago baa karaahiyaa calaa rijlin hallug, hallug baa ku tukan. Innaga waa ku faani jirnay waagii hore, dhalinyaradu ay soo gaareen ma aqaaneen, hallug baan ku tukadaa waa laysugu faani jiray. Bal waxaa la dhihi jiray hallug baan kuugu soo tukan, ninkii hallug loogu tukada habaalku uusan garab maraynin baa rumaysnaan jirnay. Lawaaba karaahiyo salaada hallug lagu tukaday waxaa ka fadli badanoo ducaaq, bal uga dhow salaada labada lugoodba lagu taagnaa, waayo takalluf aan ilaahay jiraynin weeyo, waxaasina sunno sugan ma aha salaadin lagu sameeyo. wasalaatu salaadi xaaqinan aw xaaqiban, adigoo saxara iyo kaadi celinaya oo ku rafaadsan oo kolba jiqda ku hayso, neeftiina waa la mide inaad salaadii tukato, ma khushuucdaa? mise kaadi iyo saxaraad la dagaalantaa iyo neef? hadday saa dhacdo nabigu waa reebay oo wuxuu yidhi laa salaata bixadrati acaamin walaa huwa yudaaficuhu lahbataani, iyadoo cunto kuu taallo ama saxariya kaadi aad celcelinayso salaada tukan. haddii xataa la aqimo iska cashe inoo soo socotaa, haddii la aqimo horta xaajadaada soo gudo si salaadaad qalbigaagu waasiciyo khushuuci karto aad u tukato. ow bixadrati acaamin, ama cunto ay kula taallo, yatuuqu ilayhi uu hiloobayo naftiisu ay rabto. yatuuqu ilayhi qeybkaas fuqahadu meelo badan bay ka keeneen, laakiin bixadrati acaamin nabigaa itlaaqay oo wuxuu yidhi laa salaata bixadrati acaamin. cabdillaahi ibni cumarna wuxuu ahaan jiray haddii raashinka iyo salaadu ay isku yimaadaan raashinku horumarin jiray. mar kalena nabigaaba yidhiba idaa xadara alcashaau wa uqiimat isalaa, haddii cuntadiina la keeno salaadiina la aqimo, fabda-uu bilcashaai, cuntada horta horreysiiye, naf raashin u muuqdo inta salaadiiyo khushuucda biyaa ku kari oo rabta. soomaalidu waxay yidhaahdeen naftu markay wax rabto wax kale aada uma dhaadhaco. soomaa maqal waxaa oodka carkamiya celin karaanu waa maqashay soomaa de oodka iyo baaba oo colob la yidhahdaa meesha yeelay dadki waa cunayo maqasha koofi baa lagu daa xagga dadka laga soo geli maqasha maxaad bay ka soo geli soomaa koofi si baalay baasha arkaare maana kari kara isagaa raba meesha de laga bixi doonay waanaa nin cuntada gadaal usii feeridayo salaadii tukan dee waxba ka garan maysa. laakiin qeybka shardiga yatuuqu ilayhi naftiisu ay u hiloobaysa waay. maxaa saa loo yidhi haddii cuntada aadan rabin cilladii la yidhi khushuucday dhimaysaa waxuma dhimayso, ama aad had rabtid be aadan cuni karin. dad afurran baa loo soo dhigay, anna ramadaan baad sooman tahay, salaadiina waa la aqimay, salaada ma uga hari may cunto aadan cunaynba oo lagu ogolayn sharca inaad cunto salaada jamaacada uga hari maysa. cuntada waxay qeybka kaloo ka soo qaateen waxaas ka sugan nabiga sal allahu calayh alihi wasalam isagoo raashin cunaya oo hilib iyo mindi haysta in salaadii la aqimay, fa alqa sikiina, intuu iska dhigay buu salaadii aaday. halkaa nabigu calayhi salaam waxay yidhaahdeen salaada wajucinad qurata cayni fi salaati weeyo salaadiisa wax kama mashquulin jirin. qofkii sidaasoo kaleeta xaaladiisu gaarto soo nabigu isaga tuuray isaga tuur qal waxay dhaha may xadiidkaasaa meehe axaadiistani waxay ku socotaa qofka maamuumka nabiga xadiidkiisaasna qofka imaamkaa way, waayo maamuumku salaadiisii unbaa ka hari, imaamkiina ummadda o dhan baa uxaniban. khushuucda salaadaada dadka oo tukisaa laga hormarinayaa, ummadda adiga kuu xaniban danteeda guud baa la hormarinayaa.
وأن يبصق إنه عم يفتح قبل وجهه دين عقب وجهه سه أو عن يمينه أما مدي أو تفتح صلاة مكة كتيرته هري هري عم يفتح أو تفتح يمينه كنا أو تفتح الله ذا وكراهيه دين حرام نقنن إلا دونا نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وبخاري ومسلم حيوية من حديث أنس إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه ربي ليبو كرتاغية سبحانه وتعالى فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه مذكتا يهرم من عوتفين هرين لقريو فإنما يناجي ربه ربي كرتاغية بريد مذكتا محيطا واجهاش شرف له ملايك يحوى كاسا فليسا بذكتا أما هوست على هذا إيدي وحتى عكر لك مرين كرو أما مرضى أنت كتفته سيدا هو العلم تاسو نبي بري صلى الله عليه وسلم وعكر وكراهية ووضع يدي قعنت إنه صار على خاصرة كليس إنه كليها قبصدنا دقعنها ملكنا اللي هو غاية كليها إلا قبصده يظل النبي يديه صلى الله عليه وسلم نا يسري يسلي الرجل مختصرا نكسو كليها يستعلون تكذب نبي يديه وانا صحيحين كحديث من حديث أبي هريرة وحكى النبي يديه وكراهية والمبالغة كحل الإراطة في خفض الرأس مرح هوس الفور ريسو في ركوع ركوعيس ومرك هذا مرك وسن مواية نبغى الصلاة سوى كل وقت ما بين نصوم الرأي فلا النبي عليه السلام وحوهان تري هدول ركوع مرح هوس الفور ريسو كرنا وبتاع بتري وانا صوم مرمينا عن الحديث صحيح هوية أباب الركوع مرك نصوم الرأي والصلاة إن لتكنا كراهية انت أظن هذا كنت كتويا صحي لكن وحلا في عينها طمي سواي والصلاة إن تكتا كراهية في الحمام ماشي لقو قبيست حمامكو نسقش معها حمامكو أما لقو قبيست عرفي علماء النيو نصوص طهري حماماتكو حيهان شريب ما لها قبيس كري الله وطرى قريب يهان شريب ما لها صحرية كاذمة هان شريب ولذلك النبي ولبا وحي هان شريب حمامات كله أقوان شريب ما لها فضل قلوبه ولا قبيست هذا صمارة يعرفي سكول كيو عيارته يمرك لغي مادو ما رب الله لو قبيستو شعور رب أن تفيهين وصاين فالله قال الله ولا قبيست صمارة يضا قفل خستبويا لقوه تاسا هذا تلك تاسا وكاليتا تلك سيطان نبي وحوانك وكيل لغير ريبي أن تدخل في الحمام حمام إليك شمال لو قبيستو ننما هنا كوا ببلي هاي هان شرين وضب كورنا صار لسوء حياء عيونا سوء نار كيو الشام يقولك قبوه ينوب بندان شرينه بيكو بير لهان شرين صدر الحمام كي ما شاء الله قبيستو إن المشي كل حتكتو يدنا مفيعنا وكراهية وما لها صلاة الله قلتها قلي ما هانو حدي حديث ضعف كتيرو ونشيغي دونو با انتن دنبا بدنكوت شيغي والطريق وضبي اللمالي إن صلاة الاستاكتنا وكراهية والمزبلة قشن قبك صلاة إن الاستاكتنا وكراهية والكنيسة كنيسة إن صلاة داري فرض كان كل حتكتية سنة علينا هوا أصحره وكراهيه وعطر الإبلي قالوا باشو فريسته صبرا أما حراد انتو كسوة يا رسول شيء بناكو فريسته إنا يدرى كتكتو يدرى وكراهيه والمقبرة الطاهرة قبورة ظاهر كائنة كتكتنا وكراهيه والله أعلم انت عموما وحيودر الشرين لبا حديث حديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وحليه النبي قايري الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كلكم هو مساجد قبورة يا حمامات كما هن حديث كتب أبو داود غير كتب وريي حاكم وحليه صحيح على شرط الشيخين إمام الذهبي نواقوا فقي شيخ ناصر ما فيه تمام المنة في التعليق على فقه السنة صبح بقول تغاشر يستقال هي صحيحة أبي داود جزك الله صبح بقول تغاشر يشان انت لا يسأل نواقوا فقي كاو حوش يا حمامك هي مقبرة انت كان حديث ابن عمر وايما ايمر قاركود وليه الترمذي غير كيبه حديث كاو حوليه النبي نهى ان يصلى في سبعه مواطن فالضوام يا النبي هو الدينين لو تكلم في المزبله قشنقفك ماشي قشنقفك انك كنت تكتب ومساجد لي وحالي المساجد وكلا امرين لطاهرين الا النظيفيه ان القشنقف صلاه الله لا دورتاي صح ما وحكى الله والمجزرة كوانك مش إيه جاي يهرب كصهرة يقشن كده طوال والمقبرة واسدح
وقارعة الطريق وهذا برتا كذا سلامنا ليس تذكر كما حق المشترك الحنفته وحكى روشان أيه وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله كعبة ترك هذا انت بوال الذي وال هذه كانت تلميذ غير كيبا وهي سنة كيسورة وحكوة ريبيا عبد الله بن عمر العمري والعلماء يسكم عن نافين درجة ديسة جمهورة الحيوب بديه إنه ضعيف من قبل حفظه تلميذنا إن بدأ وقصوا على العريان ربع العلامة محمد شاكر كمية هي تعليق تلميذنا يسوى حديث عبد الله العمري وهو تصحيح التصحيحية من كاسة أركي واحد تصحيحي ولا حديث كاسة الصحيح هو علماء الحيوب بدأ حديث كانوا ضعيف في سنة ديسة لكن كراهده ومن جنس فضائل الأعمال أنت وامك صالح سود ودور أما حرر غيره دليل قارك وصحيح وحديث كجابي من سمرة مسلم بعما بقال إلي أصلي أصلي في مرابد الغنم حرر عارق ما كنت كان كراء ما كانت يريها وكنت كان كرتان فحال يصلي في معاطر الإبن جيري ماشو فارستانا كاسو حول الله أكنت كان أقل ما في الأمر إنه كراهية فإنه يسوي طبعا واقفك إلى نجاسة تعبنا إنه وحما سألنا أن الله يعضي هذه لكن باب النجاسة أي تيمادو يضو ودي النجاسة مالا صلاتكم على صحيح إنه حلقة يا أبا إنت هدى الله الشيء وحايدين لغريب سن والكنيسة سوما كنيسة دمتو كريب صلاة الكنيسة هذه اللي ويتوك أما صور هذا أما ينا لهامني صلاة دوي أصح إجماعا علماء خلاف كما يتشوه مثلا إجماعا صلاة دوي أصح قف أنا وحرام أما سمعين إجماعا إجماعا أرد سوقري وحاكمي ذا الإمام القرطبي في تفسيره في موضع علم سوقري مر نص كلامه هذا إذن سوقري وحليه هاي وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة علماء نوحى سرعا كنيسة ميل ظاهرة قفك كذبت كذا إن الصلاة الصحة يصيب النعمته حير وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس بخاري صحيح وحكوة عبد الله بن عباس إنه كنت كنتري في البيعة في البيعة بعدوى معركة يهودوي بكنت كنتري مسألة ده صلاة دوي الصحي ذنبنا مجل وإجماع وحل إسكوها يوم ما كراهية نسمعها نسوى الله كان قادوي صدع قول بالعلم ذليه قلت لي كراهية وهي مطلقا صلاة دوي الصحي لما الدنبا من لكي وعلى غفي عين هي قلت لي وحكرها أمر حطا مطلقا أنا صورها لها طامير الهاني قال يرى تفصيل سيوتري هذا يصورها لها هينا كراهية هذا يصورها لها هينا كراهية معه عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري تعليقا وحكاه ولنا يا بحوليه إنا الآن شام بوتري لكن مسجد الأقصى مسجد بيت المقدس يقول يجي نما كذا شام كان يصيب مرتق علي وحالا ما أنت قال أن أدي رجع إذين سمعنا إنا قلبي وحي كدقا إن كان يصدر له قديم عمر بك وحجري إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور صورنا لي طالوين كديدية اللي يجيك عن قسمائزك در تبان المساجد نوغرين ابن قدامي وحيسوه قولين أيان يحافظ فتحك يا غير كود إنو يجري أنو قل ما يعليه هذا عيدنك كحيسوه أورب صوق لي علي وصحابتي عيدنك كله قامين أيان أي كان يصدي قدو فرن كان يصدق قلال قدر يبقى اللسيين ويفير فيريان وكانت وحيدا علي وحيري أمير المؤمنين عمر هاتو يسكي مادو واسكالات دعونا ضفق عمتا يسكالا عمر وحدي ومالا هاتين عمر حرام مالكين دو حرام مالك علي يمدرين الصمم بوحوي حرجي عليس دريمي وروح أمنية وأنا قينا نصمي عليس بانك الدريمي ياهي ضفق حرام كطهينا كلالا بوال ولذلك آثار بضم باسو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنت لا مرتق علي وصلاة الكنيسة فوق قواتنا جاز كنت كذي عدل بضم بيدري الشدينه ما هو على سلام مركي أولها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كان يسمى سوريين بين هذه صحابة رين بضم با كنت كنت شرط مركب مسألة ذا وحن أنت أولى يا هاي وأنت حراسة
baa dad kaniisad baa la galay baa la buunbuuninaya. Marta mushkilad weeye hadday axkaamta sharciga saxafiyiintu ka fatwadaan mushkilad weeye. Kaniisad in la gala ma dembi baa maya, haddaad u gashay diintooda iyo cibaadadooda waa baab galade. Ida ninka diintooda iyo cibaadada rumaysan kaniisa gelyaayo ma gelinaaba, baad iyo baxar bu ku jiraan. Xataa banaanka suuqa haddaad diintii rumaysan tahay cibaadadii, inaad la tukato la cibaadaysata kaniisa gudaheeda iyo banaankeed ba lama ogola. Laakiin shir baad u tagtay, casho sharaf iyo qadaad u tagtay, inaad soo daawataad u tagtay iyo dalxiis, tacliin iyo waxbarashaad u gashay, hal xaraj way leedahay. Meeshani meel xun weeye, cibaado ilaahay qeybkii baa lagu hayaa. Meeshaas oo kaleeto lacanad iyo wax waa ku degtaa, inaad lafahaaga kala dheeraata way fiicanta. Mid labaad weeye, waxaan waa diimo kale inaad kala dhowrsoonaataan, oo haddii kadratu lmasaasi tudhibu lixsaas bali, in badan haddaad wixii ku noqdooto marka dambe dareenkii in wax kaa dhintaa laga yaabaa, oo yadiyo masaajidkiiba caadi ay kuu noqdaan, maxaadiir way leedahay. Laakiin baabu taxriim markaan istaagayno ama kasii badinayna nas iyo daliil baan u baahanahay. Inaad maxaadiir iyo makhaawufa ka baqayso tiraahdo war iska daaya mooy, waa gaar. Inaad tiraahdo waa xaaraan iyo kawasi inaba wixii mubaaxay salaadu ku asaxaysay, innagu mubaax intaan ka tagnaan kufri gaarsiinay. Waa markay saxafiyiintu ka fatwadaan ittakhada annaasu ru'uusan juhaala faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu waay. Marka masaa'ilka diiniga ha laga daayo. Saxaafadii waayahan dambe diinta iyo dadkeeda ka sheekaynteeda suuq u yeelatay, marka iyadaasaa lagu wareegi tirrig maantoo dhan. Nin walba wixii la qumanaada fadhi ku dirirkii baa fataawo diin iyo axkaam annaas noqday. Masaa'ilka ha layska ilaaliyo. salaatun ijmaacan waa yasixi, karaaha miyaana madhabka fiq shaaficiyadu waa saas. qaybo kale oo culummada kamid iyo qayb shaaficiyada kamidana way qabaan xataa karaaha mada sawir hal ahaateena lahaana bidaliil waxay yidhahdeen gurigu hadduu sawir leeyahay malaa'igu salaadu way ku asixi. kuwa kalena karaahada waxaa loo daliishaday kaniisadu badanaa sawir bay leeyihin. nabigu wuxuu yihi calayhi salaam, malaa'igtu ma gasho baytan fiihi suwarun aw kalbun, guri ay ku jiro iyo guri sawir leh yaallo malaa'igtu ma gasho. salaadan malaa'igu soo gelayninna laga fiican ma asaxaysa ma adawo. marka mas'aladaasi yaan si khalada loo qaadan. waxa huhaada dadkana iyo markii dee xisuuduubka xisaabaha la yska gurayana badan xakaam badan baa laga boodaayay. markay koox kooxay siximintu noqoto waxyaabahaasoo kale layska ilaaliyo. baabkan sujuudu sahwi iyo axkaamtiisu ku saabsan yahay. salaadii haddaad tukanay oon sunankeedii iyo makruuhaadkeedii dhammaynay, wixii khalad ee naga dhacay sidee loo kabaa buu baabu sujuudu sahwi mualifku raximahullahu tacaala buu ku soo gabagabeeyey. sujuudu sahwi marka laga baxana sujuudo kaloo sahwi yahayno tilaawo la yidhaahdo jiriyo axkaamtoodu raacinaya. sujuudu sahwi, sujuudu sahwigu sunnatun wey, sujuudu sahwigu waa sunno. sababtoo ah salaada haddii madhabkeenna waxaan soo marnay shaafici raxmatullahi calayhim, acmaasha la sameeyo imaa waajibun wa imaa sunnatun. inay sunno tahay waxa sameen lagu leeyahay iyo inay waajib tahay labadaa mid wey. waajibka iyo rukniga iyo farad waa isku mida, sujuudu sahwi kuma filla isaga in lala yimaado wey. waxa sujuudu sahwi lagu kabaayo sunno wey, waxay bedel ka tahay wixii sunnada ahaabay bedel ka tahay. wixii sunno bedel ka noqdana xukunka kama weynaan kara, bedelku mubdalu minhu ama isagoo kale inuu noqdo ama uu ka xukun fududaado wey. laakiin uu ka xukunku adkaado waxay leeyihin qaacidu keeni mayso. maa kaana badalan can sunnatin fahuwa sunnatu, sunnada waa qaacida wax laga tegi karo. marka sujuudsahwigii adoo lagugu lahaay uu haddaad isaga tagto dambaabi maysid ajri umbaad waayaysaa. qaacidada sujuudu sahwiga goor baa lala yimaadaa? saddex sababood mid ka mid a haddii la helo baa sujuudu sahwi salaada laazima. cinda marka sujuudu sahwi sunnatun wey, goormay sunno tahay? cinda tarki ma'muurin bihi, waxa lays amray markaa ka tagto way mashruuc bay noqotaa, waa la jireeyaa. aw ficli manhiyin canhu, ama wax lagaa reebay oo maxduura aad samayso. labadaasuu sheegay. laakiin sabab labaad oo asaartiisa iyo masaa'ilkiisa uu keeni doono saddexaad buu ka tegayoo
أما هو يهي أو فعل فرد مترددا في تأديته أما شيء فرض إن عاد سامايسو أضو كشك إسان شاكي كموتشرا ما سامايسان سوى إسكد إسان صدح رأسه سبب منها دير لهرو سجود السهو على قدر إياه صدح إيه وفاقاين إياه فالأول كان قهر إياه عند ذفرك مأمور به إن كان ركنا هدو يهي وجب وحواجب تداروكه إن عاد سوحا الله سوحا رأيشو كدبا كانتو ودب كلاتي مع دا واجبكو وقد يشرع السجود سجودنا إلا جليه سنة نقطع بعكرتا لزيادة زيادة إعراض وحصلت على طيب بتدارك ركن ركن الله إيمان يسوف كما سبق في الترتيب سير ترتيب كي كسوه المري بعد المتروكة بركة نسوه المري إلي هذا السجودة إعلاتي مع دو منا كتكتو وإسكي استاكتو ما بعد المتروك الله ونصومينا سومري إلا رأي عدي كلمتك تسوق عدي بالغو حسابي أنت حيتي الله طوري سوء إعراء ما فهو إعراءتك يتسيد أكو إيمان أيا بسجود السهو إن لو تشيدي يا الله غي أبا دائما ما محايا لهذا الكسب سميتي بسلاة كابرتي هذا الكسب هين السهو هين سجود السهو وصنع قدس أسوء وشي لأمرك زيادة كسماء هي وزيادة القاعدة اللي يجيبوا كاسين دوره أن تبين من صلاة وي تاتي واجب أو بعضا بكتغي وهو بعض القروط أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على نزعة فيه في الأظهار سجد وسجودية بعضا شنب لإلادة أما اللح أهرمود لإلادة قروط كصلاة الصبح قيام كتاجنغا لغو قروض التحيات كهري فردي بيسا نبغا التحيات كهري لغو صليو إيوه قال كان نبغا إن لغو صليا التحيات كدنب لحداث بأبعاد الصلاة اللي رهدا عند الشافعية سنن كيبا اللغو قيبيا لحدانا مرع قارة وأبعاد اللي رهدا يسيين انت كرنا مرع سنن الصلاة بيسيين قاركون هيئات الصلاة بيسية أبعاد محل أم العابي لو أعلى الشيخان أما الله السببات وأبعاد الصلاة أم العابي وحي الأهدين أبعاد الشيء وأجزاء أساسي وككوبية سرى هدير لي الأهد أبعاد الصلاة وحي نفض الصلاة هان أركان تيل وجزك لغم المارماك الصلاة كمتك وارقني أركان تأمرتي وحخل خضمان سجود السهو بي كانتا شنطا أما اللحظة أن سجود السهو سنن كانوي فأشبهت الأبعاد والأركان أركانتي بي شبه دي فسميت أبعادا تفريقا بينها وبين غيرها سنن كينا أبعاد بان كغسار مي أركانتينا لفظ الأبعاد بان كغسار ميو إنه السنن سجود السهو ليهين ودنا عن حكم في سنن كلمدا لنا على سجود السهو لنا أبعاد أجزاء صلاة أركان في اللمدة هل كتشبيه بأبعاد لهم غعروي لهم قالوا حيلا لهم مير فوق هذا بحسب كاتشتو فوق هذا بعض السنن بين سجود السهو أهل وريد بعد أبعاد من البعض بعض كان واكي أقلهما انت لو سجودي انت لو سجودي انت لو سجود سهو لهم بابلا مرك بعض الناس وحاله وجه أبعادهم وعابي معنى قيب مرع قيب اللو بحيي قيب حلو بحيينا وهم قيب صنع كي كمل اللو تيلا لو رأى تعليل بغي الشيغان قالوا بيد بيكون الشيغان صلاة أبعادهم وعابي لكن مهمد عرفك فقه الشافعي وحور نقضي شن أما اللحداس شن تعلو الشيغان رافعي يكن لحاد النووي وقدر يعي إن لي أبعاد الصلاة ولوغتي روا سنن كحب بلان سنن كاكالي وكتيتان كود سجود السهو كانو انت تلوغتي ذا او بعضا بكتغي وابعاد الصلاة وهو كاسنا القنوط قنوط كفجر كوي او قيامه ام استاقي سوي او التشهد الاول ما تحيات كوروي او قعوده ام فرق ان لوا تحيات سوي وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصل فيه أي في التشهد الأول يتحيات كوري في الأظهر سي راجحة سجد وسجود أو ترك بعض الوي وقيل وحالي
إن ترك عمدا كسر وغطه فلا سجود معي. مسائل كان إن لو سجود أيه قارن ونص قارن وقياس التحيات هي طبعا قعود كثير فلي يسوع كل أمان هي صلاة على النبي ويسوع جري أي رهين إلا أن التحيات كهرة الصلاة على النبي وكمل التحيات كنا وتحيات كي فلي كنا ومرسيل اللي هو آخرنا يجي مدنك يقطع قدي أنت كنا وعصامين يا أنت أصلا حديثك قصلي إحدى صلاة إلى عشية النبي تكيه ويسعى سلم فقال الله على النبي تكذي السحابة من فريستا تحيات السجيين وصعد الشاء صدح القعي دت كيرا وعلى كلا قريري كدي بانادي الله ويديه مركي الله شاقي بسجود السهو الليلي التحيات كي بسوعرين هل كاوزن سوعرين وإنو صومر نيو إنو سنية على قرطي مركي سجود السهو الليلي منا إن سجود السهو الليلي منا يا الله قرطي صدح ذا هذه حديث كالا قاطي لولا كلام صدح ذا كلنا قياسا عليها ونوى قياسا لنبي غدا وقيل وحالي هذا الكهدف كل أبعاد أما كسر غتك أما هلمان غتك اسكو مدوي سجود سهو ومشروع وقيل وحالي ود ضعيف وأصحاب تليهين إن ترك عمدا كسر غتك فلا مي قلت وحالي نوي هذا وكذا الصلاة على الآل آل النبي إنه وصل لنا صلى الله عليه وسلم ولو سجودي حيث سننها ماشي عن السنين نيو التحيات كدنباحي والله أعلم ولا تجبر لمكب سجود سهو لغو مكب سائر السنين سنن كانت تذكر سجود سهو لغو مكب هل كان وحوه الشاري حكمة هي فائدة سجود سهو كتيرة صلاة دي وحوه خلق لكي أما النقصان في كاقة شيء بيكا بيسا نبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم وحوه يرمكي سجوده وكهد هاي هذه رعادة على أكشة كده ما أفضل بعض نسوى سد حوالته كتي طوابها تدر كذب من السجود هذه هي الصلاة على الملك وراء سد حايدنا ليأفر تيب يقول ما يستري هذه كلانا كانتا ترغيما للشيطان الشيطان كي يفكر عيد يبور كي يقدمه يلي وصواتك يا شكك سألت قوة هايكم مشغولية والتاني النوع على بعض أو أه فعل منهي عنه إلا لو وصل الوضع بصوشة يسوي عند ترك مأمور به ما صعد ما ينعي أو فعل منهي عنه قيبت اللواضي مك والثاني قيبت اللواضي منهي محظورات إنها تصوي للصلاة فتحي هذا قاعدة كسين بي إن لم يبطل هدو سنبرين عبرين عمده كستيسة كالالتفات والخطوتين وهي لم يسد بساهو يسجوري مايو وإلا سجد هديك له سجوري إن لم تبطل بساهو يديني كبرين ككلام كثير وفي الأصح سيدة راجحة أصحاب وجوه وليس خلاصا في القاعدة ده محظوراتك أما منهياتك أما وحا الله باهرين والصلاة تحيا ذا كسا ما يسعي من لو سجود يا سجود السهو المسمية قاروا لو سجود يا سجود السهو الكينية قارنا مية سجود السهو الكيني مية محا كرساري قاعدة كرسارتي محيطها مبطلات الصلاة والصومرتي وحي كسر دي الله سمعي الصلاة ببرين لها هذا كما أسمى يسو سجود سهو الضيب وهذا كس أسمى يسو أن صلاة داري تبيين سجود سهو المباهنا إلا ما يستطرنا وحوال سوري هل شيء والسوري هي بدونا ومرضو إنه يمن دونا إن شاء الله تعالى إلا هو الثاني كاللابات إلا يبطل هدون أبوين عمده كسر دار أسمى يسو كالالتفاتي هل لها فريسي أو صلاة كتيرة وحسوسا صلاة داري كسر دار حقه في ريسو والله قنت اللي يحسه وأن الله تعالى قبل ذلك كتيريني صحة صلاتك هو كراهية صوم الرسومة والخطوتين لوطة الله كسب عروسة ميسي حتى حاجة مترين صد حلائي قابلوا إبادة الصلاة مترين صوم الرسومة كسب عروسة ميسي لوطة الله يهرير فيرين مدنة صلاة دارة تشبين ميان لكن كراهية صميسي مرضى كراهية صميسي صلاة دارين كتا إلى انتبرين لم يسجد لسهوي سهوي سهو سجودي معي وإلا سجادة هذه كلنا هو سجودي إن لم تبطل بسهوي حتى سهوي بسنبرين هذه كسية كما ويسكم متهين لصلاة الشبطة إلى محاسج سهولة ماذا ككلام كثير في الأصحي سينو صوبر هذا الكبار صلاة دواء تبيعوي
laakiin waxyaabaha ka sadaad u samayso adigoo xasuusan oo garanaya oo cilmina u leh xasuusna xasuusan waa dee saddex tallaabaad iska tallaabsatay ama hadal yar baad hadashay saynu soo marnay salaadaadu jabi maysa sahwa ka sadaad u samaysana salaadaadu way jabi kuwaad sahwi wada sujada dheema watatwiiru rukni rukniga alqasiiri gaaban yubtilu camduhu kaskii sawaaboliyaa fi lasaxi sida raajixa fayasjudu lisahwihi wuu sujuudayaa arkaanta gaagaaban oo ictidaalka ruuxu kale ka dambeeya iyo fadhiga labada sujuuda u dhexeeya ah waa arkaan gaagaaban sahwan haddaad u dheerayso ad ishalmaanto salaadu kaama jabto laakiin sujuudu sahwa dheema haddaad kasu dheeraysana salaada way kaa jabiyaan buuri qaacyadii buu mithaal kuu siinayaa bal ictidaal ictidaalka ruuxda ka dambeeya qasiiru waa gaaban yahay wakada aljuluusu fadhiguna waa lamidoo waa gaaban yahay bayna sajdatayn labada sujuuda dhexooda la yar fadhiisto fila saxi sida raajix waynu soo marnay nabiga cas inay ka sugan tahay inuu labadaba dheerayn jiray min xadiidi ana sahay radia allahu canhu waardaa laakiin waxyaaba sahwi kastoodi uusan burinaynin oo kaluu keenay sahwigoodana loo sujuudayo qaacidadu waxay ahayd wixii kaskiisa uu burinayo sahwigiisuna uunan burinaynin sujuudu sahwi uu leh wixii kaskiisa iyo kama isiya sahwigiisuba buriyaanna ee salaadiiba jabtay sujuud sahwi uma baahna qaacidada qaybtii horey ahayd war wixii sahwigiisu uusan buri kaskiisu burin sujuud sahwi ma laha ahayd waa wax laga soo reebaya walow naqala hadduu raro ruknan qawliyan rukni qowl oo hadalla waxa la akriyo uu raray ka faatixatin faatixadii buu fii rukuucin ku akriyey aw tashahudin ama ataxiyaadkii buu raray ama xilligii ataxiyaadkuu faatixa ku akriyey lam tabtul ma burto bicamdihi kasadaad u samayso fila saxi sida raajixa wayasjudu waana sujuudayaa lisahwi sahwigiisa fila saxi sida raajixa cinda alasxaabi labaduba halkana qaacidadii khilaaftay waxaa jira waxyaabo kaskoodu salaada ma buriyo kama odana waa loo sujuuday waa sida inaad arkaantii qawliga ahayd inaad meesheedii meel aan ahayd aad geyso saad allahu akbar tiri faatixada akhriyay lahayd baad tahwiido ataxiyaatu lbarakaatu salawaatu baa isaragtado barta kasii maraya hadday sahwi tahay waa sujuudi kasban faatixadii aad akhriyey alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin markaan dhamaystay baan ataxiyaatu lmubaarakaatu salawaatu kasu eegay salaadi meega jabi maya waan rukuucay subxaana rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aan akhriyey kas baan u akhriyay meega jabi maya waan ishalmaamay sujuudu sahwi baa laga rabaa ataxiyaat baan u fadhiistay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim baan kasu akhriyay salaada ma jabi maya sahwigana waa sujuudu sahwi baa dayban qaacyadii horaan khilaafay soo maaha wa calaa haada taa annagoo ku salaynayna tustafnaa waa la soo reebayaa haadihi suuratu suuradan min qawlinaa aan nidhi hadalkeennii hore ahaa maa laa yubtilu camduhu wuxuusan kaskiisu burinaynin salaada laa sujuuda lisahwi sahwigiisa loo sujuudi maayo qaacyadii ahayd tanna waan kasoo reebaynaa walow nasiixatu halmaamo atashahud alawal ataxiyaadka horuu qofkii halmaamay fadakarahu wuu xasuustay bacda intisaabihi markuu istaagay dhammaystirnay kadib buu xasuustay lam yacud lahu usoo noqon maayo haddaad sujuudo haddaad ataxiyaadka hore ka tagto oo aada istaagto taxiyaadku waa sunna istaaga markaad dhammaystirantayna ragcaddii saddexaad oo rukni iyo farad waajibaad guda gashay inaad faradkii waajibkii ka tagto sunnana u noqoto lama ogola fain caadda hadduu noqdo caaliman isaga og bitaxriimi inay xaraam tahay og batalat way buraysaa adoo ogoo xasuusan inay xaraam tahay kasadaad u noqoto nin ciyaaraya watoo salaadaadii way burtay aw naasiyan ama uu ishalmaamay subxaana allah un baa lagu yiri inay xaaraan ahayd mar xagaba way ka baxday ama jaahil baad ka ahayd falaa salaadaadii buri mayso wayasjudu lisahwi buu sujuudayaa aw jaahilan ama isagoo jaahilan bitaxriima uu soo noqday fakadaa sidoo kale salaaduu buri mayso fi lasaxi sida raajixa masalan asal waxaa waa xadiidu lmugiirata bni shucba radi allahu canhu waardaahu oo abu daawuud iyo sunanka iyo khayrkooda ay wariyeen sheekh naasir na silsila alxadiidi saxiixa 321 uu ku sheegay xadiidkaasa wuxuu leeyahay nabigaana tukiyey laba ragcdood markuu tukaday inaad taxiyaadka sugayno buu iska istaagay
سبحان الله ما ندري ما نقوى ما يستلم مكة مكاسب يسألنا وحيري بويري سبحان الله وحنا ناطر ما يقولي لنا كعنا واقع عليه واقع عليه صلاة دمرك وكبحي وحيري إذا قام الإمام في الركعتين الإمام قال الله رعاه منكم تكريس كيس كعب فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس إنتو صفت في عروة الإستاغن هدو حسوسته هصوفة لست فإن استوى قائما فلا يجلس هدو صفت في عروة الإستاغن يعني صوفة لست رواية القاركود فإن استطب قائما هدو يستاغي سبقا ما يسترته ينصون نقنا ويسجد سجة يساو لما سجد يساو الأسجد حديث بولا فمن الشعبة رضي الله عنه وارضاه صورة كاسعة بعديه قفك هدوات جاهن كفيت حريبها يقفك الناس لها المانسانة يو هذين نقضان إبما لهمه نسيان كنوابا لعافيه عفية لأمتي الخطو والنسيان ومستقريه عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قفك جاهل كان حكم قساس وكلاتهم بقادرية وللمعروم إمام كهدو صاير إمام كهو استعري مركو سفي عمق أما يسترمي هو صور نقضي محاطة من أليه مأموم كها أليه أنا مركو استعري أركتوا أليه استعري لما بي من مركا ولي استاكتين بو يساق النقضي سبحان الله عليه وهو حسوس طوى نقضي أذيك الله ما قد يضد محقه يتنكفي من لكن وضعته من والله بايو متابعة إمام في الراعيتان كيسا ذيك واجب بيقوته صحيحين كان واقعي حديث كابي ولي غير في آيان إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام كو حالوه قد يدي حالوه الورب سمايستي إن الله راعوه قد يدي وحكميدها هدول فريستا فريستا إمام كوا فريستا أمر كوا فريستا استطب قائمه النقضي صدح منه النقرية إما إنه أبيه إنه حرامته النقشرا أو صلاة كبرته وإما إنه هالمانسيه وإما إنه جاهل بالتحريميه لولا كلا صلاة كبر ميس متابع على ولا يقول يه استغر لكن ما حكمي كثير حتى هذي أن أكته إنه عالم يهي وسنجاهل هاي إنه حسوسي يهي بوغان كرتا وكسروا النقضة كسروا وروح قلبي وكتيرا أليه من طريق القلبي إذا كنت على عطان ده ويهد من الله المحمود كعب الله آخرين أيها قلوب بني على المحيشي نبقى عالوية مقلبي روح كتيرا ذو التهيب علي حول الفيغيرا آدم وحول كيسا كتيرا بحاكا كنوائي فريال دنيك مصنوح من اللوح المحفوظ كسائم توجه اللي عاي أخريه إلو الكبال أذيك عروش عالينو أخري حب دي دي باية طبعا اسك الشيء كبر لي لكن قلبي يسمعه بيد أولا كسر يكتح أذيك الظاهر كمتابعة واجبة لأبولي هاي ولذلك كالك محقق عبري لو خيارنا وفرانتها إنو الراعي إنو يسكسه وللمأموم الممنك حق له فران العود إنو نقضى اسنا فردك كلاب نقضى لمتابعة إمام إمام كنو الراعة فلا صحي سيدة راجحة وركاس أمر كيبو خلاف سنه إنما جعل الإمام اللي يتم به وحاكمه فإذا جلس فجلسه قلت حايا نقول الأصح سيدة راجحة وجوبه وجوب العود إن الرسول نقطة الإمام كان راعه واتب عليه فوته مأمومك هتبقى ما التعلق استطب قائما إيه لم يستطب قائما هولو تعلمها إمامك بسلوه تعلاه هديها نقضنا فالله نقض هدو تأمير وطنا واتصور راع عدد فردي هدو تأمير والله سبحانه هذه المطالعة هذه واجب كهيد بالقرصان هو شعر ولو تذكر هدو حسوسته قبل انتصابه انتو سنسفي عنه استاقل استاقل سنتو سنقما يسترمن هدو حسوستنا عاد للتشاهد التحيات والسنهان والنقل وهي فرض في كلامنا قريب حديث كلام واقعها فإن ذكر قبل أن يستوي قائما رواية القرآن قبل أن يستطب قائما دون ويستعين فليجلس تيب الكفر لها ويسجد وسجود إياه إن كان هدوها كان هدوها صار مدء هذا إلى القيام بالتأمين أقرب منه هذه التأمين حق العبو براتينا سيدي من التأمين كصور مقربة كل دولة همتيني سجود سايوا وكالة ولو نهض هدو استعين عمدا كسب استعين التحيات تورين لتشغوابية كسب يستعين فعاد هدنا واصان مغلي وطالت ويقول إيسان إن كان هدومها أقرب من دو إلى القيام يستعين هدو يستعقوا لو هذي وبرطانيه أطرافي نعو لو يهيب على الراعين ومن عيار أيوه صلاة وابو إيسان ولو نصيحة هالمام
قنوطاً قنوطكي بوها المامي فذكره وحصوصتي في سجودي زو سجوده كتير وحصوصتي ناشات قنوطي لهي فانسك سجودي سجوده ما كانت أحلى كتيرتي فاتر والله قنوط كوارها المامي لم يعد له صنقاً معي صابت أرقني بعد أحد شيء فرض يواجب كان أكثر فين السنوية وقياساً على التشهدي أو قبله أمين تاني سجودة قلنا تحل سي سعودية وحصوصتي عادة ووصى النقل سيدي نكا وليستاقين بالامته ويسجود للسهو سهونا ووسجودة يا إن بلغ هدو قاري حد الراكع حدود نكا الركوع سنفور وسنشاء الله دي قارتي وهي الركن كان أطفت حق علي وميلك لأبوري وكذب صور نقل وعلي أبتعي إنتا نقصك يا خالة كان دول دولارك سواء قاري سجد سهوة مكيبوري ولو شك هدو شكير في ترك بعضه بعض من أبعاد الصلاة سنن كي لو سجود جري سهولا بعد كشكرين كتكتي وموتي التحيات كرمية التحياتتي سماء التحياتتي بعد كشكرين سجد وسجود يا لأن أصل كان أصل العدم أصل كوائنا عن صمعين وي أو ارتكاب منهي أما واحد كشكري نيه واحد منهي ومحا الله أقول أنا ما صمعيسي فلا بسجود يا لأن الأصل العدم أصل كوائنا واحد صمعين خلاص أصلكم وأتحيات تشكي سنتين على السمين وقفها ذو كشكيه وحن ما السميسي سماء السمين فلسل أنه لن يفعله أي لم يفعل إنه لن السمينه منه ماذا السمين وحاكد على سجود لغاره بعد ماذا السمين وحاكد على سجود لغاره لأن الترك كذا سجود واجبي وعدم كي أصل كاك وافقصا لأن فعل كذا واجبي خلافصا أصل في عدم كاك ولو سهاد وسهوي أو شك أو شكية هل سجد من سجودي نسمعي سهوي ولو تأتي سهوي آخر كما كان فرد تحيات كما ما يسطي بعد شكده تلورد سجود سهوي الله تلني سلام على نمان فليسجد هذا سجودي فلسل أنه لن يفعله أصف وإن أنا سمعي نذر سجود سهوي على الله إمانيوي قاعد اليوم براعي رسول العدم إيو حين قل المشكوك فيه كالمعدوم وحد كشك سنتهي وحد عينك سوقات ولو شك هذا الشكير أصلى ثلاثة سدح مئة كري أم أربعة أفر أطاع بالركعة تنبو الله إيمانا إياه وسجد سهونا وسجود إياه صلاة التيران إذا حد كشك إنت المريسي طير والد بتاع إنت قيارات كان وحد كشك سنتهي المشكوك كالمعدوم دمرك وحد كشك لي وحالا صمعين قول أمي ليه هذا ما حد تسيطة كسو بحي يا رقعد أفراد تكنيوي أنا رقعد أن أراد بذكشة كسانتاي أنا هذا الله كما دوي ساسونا نقول حكومي صلى الله عليه وسلم اليقين لا يزول بالشك أفر رقعد أفضل وغورها صدح واضح بتاع في أفراد الله شك كسانتاي هنا تكتي شكه حق الغورها يدمد يقينتها كادو القارن معي إراد يقين سوى الله كما دوي نقول حين أشك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة وفيها دو صلاة دي سشكيه وكلا قرم وعي صدح ياف روحه تكلي فليطرح الشك وليبني على مستيقا شكك حيسكت وروحه كشك سيه انتو هو أنا وحكو صلاية ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم لما سجدون علي ماذا انت عن صلاتك بحر طانا ويكسر انت عيو وحديث أبي سعيد الخدري إمام المسلم ولي رحمه الله تعالى وحي والأصح والسيدة راجحة أنه يسجد وسجوديا وإن زال شك وشكك يسهب الزول وهو أماضه قبل السلام أنت عن صلاتك بحين شكك يتردد كي كوتشري ما صدح باتك تمي سعفر باتك تاك شكري تي أفراد باتري على إله صدح باتك تاية تا أفراد كتر تي أفراد أحد مركة مرأيسو أنت عن صلاتك بحين باديبو فكرتيو وحاكوسو بحضو الهبستي إن رقعدا رقعدي أفراده وح زيارة إن الله يمنن وحصلنا سجد وسجودية هكذا وحقب الله منايا سبب كيس الدحاب سبب كيس الدحاب سجود سهو كان وحامر إن الركن يفرض واجب سمايسه أدو شكك وجر ما سمايسا مسميس أدو شكك وجر مترددة إن الله كما أدو شكك كاجر هذا الواجب سمايسه أو الحصوح وجرين يا كينيا سجود السهو صورة ما كان كاملة ما صدح بعض مسافر بقى شكله صدح لك وصلاة تو أفرادكم
rubnigan afraad ee la timid waa shakisan tahay inuu shan yahay dheeraad yahay iyo kii lagaa rabay inuu yahay baa shakisan tahay, maadaama inta aad ka shakisnayd adoo shakisan baa la timid markaad la imaysa. Xataa ataxiyaadka dhexdiisa haddaad hubsato inaadan uusan dheeraad ahayn cinda ficlihi mutaradidan baad ahayd, sujuud isaga baa lagaa rabaa. Qaacidada halkaa ka bilowa marka waana saxu sida raajixa ana yasuudu waa sujuudaya wain zaala shaku hawa zuulu qabla salaami lianahu facala rukn alwaajiba mutaradida waay wakadaa waxaa lamid a xukm maa yusallihi wuxuu tukado oo dhan mutaradidan isagoo ka shakisan oo wax tabara ay suuragal tahay kawnuhu zaa'idan inuu dheeraad yahay wax kastoo adoo mutaradid aad tusamaysaay sujuud saa buu keenaya walaa yasuudu ma sujuudi maayo limaa yajibu waxa waajibi lahaa bikulli xaalin xaalka mar kastaba idaa zaala shaku shakigasaa suzuul wax mar walba aad samayn lahayd haddaad shakigaaga wax ku dhisto iyo haddaad yaqiinta wax ku dhisto laba goorba aad la iman lahayd kaa isaga yaqiin weeye inaad samayn lahaydo taradud meeshii ma yaalo walidaalika sujuud sahman laazimo. Mithaaluhu tusaalihiisa shaka wuxuu shakiyey fi thaalithati ti saddexaad athaalithatun hiya am raabicatu adoo ragcaddii saddexaad ku jira baad gudaheeda kaga shakiday ma tii saddexaad ba mise waa tii afraad? Tu saddexaad haddaan ka dhigno waadan dhammaystiri sawma mise waad ka dhig tu afraad haddaan ka dhignana salaad rubaaciya laga hadlaya waad wadi lahaydun sawma salaada ragcaddan aad ka shakisan tahay inaad dhammaystirto shakigaagu waxba ka dhigi maayo waxba ka bedeli maayo. Shakiga ku sare waa tii afraad ee dhammaystir, yaqiintaad hubta ku sare waa tii saddexaad ee dhammaystir, waxaa taraddudku ku jira inaad samayn lahayd iyoin kale waa ta dambe ee tan maaha, tan mar waliba waa tii saddexaad ama waa tii afraad. Ta saddexaad ee ta afraadna waa lagaa rabaa. Shak mithaaluhu shaka wuxuu ka shakiyey fi thaalithati, ta saddexaad isagoo ku jiruu shakiyey athaalithatu hiya ma tii saddexaad ba am raabicatu fatadakara fiiha isagoo ku dhex jiray weligu xasuustay midda ay tahay lam yasud ma sujuudayo sababtoo mar walba aad la iman lahayd aw fi raabicati buu xasuustay ama tii afraad markaad gashay baad xasuusatay. Marka ixtimaal waxaa jira tan inay zaa'id tahay, waxaad ku gashay adoo mutaradid ah tani ma mid shanaad ba mise waa tii afraad? Sajada waa sujuudaya qaciidi ku noqo wakaana xukmu maa yusallihi mutaradidan leh walow shakaaduu shakiyo. Intaasoo dhan waa shakiga salaada gudaheeda ah. Markaa salaada ka baxday uu baalkii shakiga kuu yihi maxaa tanay walow shakaaduu shakiyo bacda asalaami salaada markuu ka baxay kadib assalaamu calaykum assalaamu calaykum aad tiri kadib baa ninkii shakaa raggaa kuu yimid gasi horti adaba ataxiyaatan aad kaga baxday ma kii horaa mise waa kii dambe? salaada ma saddex baa tukatay mise afar baa tukatay? ma hal raacad baa tukatay sulixii mise alla baa tukatay? salaadiina waad ka baxday ogow fii tarki fardin farad waajiba inaad ka tagtay baad shakiday lam yu'akir saamayn maayo cala almashhuuri sida raajixa ee aad u xoog badan bayn aqwaali alimaami shaafici raxmat ullahi calayh sababtoo ah salaadii mar haddaad dhammaysay adaahirku waa inaad siday ahayd ku tukatay wey tacaarud alasli waadaahir weeyo tani daahirkaa la hormarinayaa suuradan marba salaadii haddaad ka baxday saa haddaan la yeelinna dadko dhan buu wada waswaasin lahaa salaad kastood ka baxday iyadoysa qabtay shaki lagugeday naa salaadii dhammaystirtay amaana ataxiyaad akhriyin amaana ragcaad baata akhriyin ma ka baxday intaha baabka waa xiday wasahwigu markuu sahwiyo intaasi waa qofkii isaga sahwiisa sahwigii imaamka iyo ma'muumka haddaba iyo sujuudu sahwiga waxaa la xidhiira salaatu lmunfarid weeye waxaan ka soo hadalnay qof keligii tukanayo oo sahwiyey siduu u dhaqmi lahaa. Qof ma'muum ah oo sahwiyey ama imaamkiisu uu sahwiyey muxuu samaynayaa? labadaa suuro wey, amaadaa sahwiyey ama imaamkaagaa sahwiyey, labada xaalaba laba xaalaa ka dhalanaysa iyagana. Sahwigani imaamka aad sahwiyey ama adoo sahwiyey salaada ma isku mar baad bilowdeen mise wuu kaa horreeyo salaada qayb baa ku dhaaftay? raccaddii labaad baa timid, tii saddexaad baa timid, adaa sahwiyey, imaamkaa sahwiyey, maxay xukunkeedu noqon? intaas buu ka hadlaya halkana. Wasahwuhu qofka maamuumka hadduu sahwiyo ama musalliga ah xaala qudwatihi isagoo imaam ku dayanaya oo ku xiran buu sahwiyey. adoo ma'muuma baad sahwiday. yaxmiluhu waxaa xambaaraya
imaamuhu imaamkiisaa xambaaraya. imaamkii waa ku daba tukanaysay, sibaan isaga mashquulsanay, ragcadii saddexaadyadoo lagu jiro ama afraad lagu jiro baad shakiday in la ataxiyaadsaday yihiin kale, baad ka shakiday. ama ragcaddii aad ku jirtay meeshaad faatixada akhri lahayd ubada ataxiyaatu lmubaarakaatu salawaatuoda bartanka marinaya is aragtay oo meesheed ahayn, ma'muum baa tahay imaamatihi, yaxmiluhu imaamuhu imaamka ka xambaaraya. laba daliil baanu haynaa bay dhaheen. mid waa xadiidkii nabigu yidhi alimaamu daaminun walmu'adinu mu'tamanu, imaamkaa damaano qaadaya salaadaadi. xadiid kalaa sii fasiro riwaaya saxiixa ku taallo yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahu wain akhtauu falakum calayhi, way idin tukinayaan a'imadu hadday wanaajiyaan naajirka wadaleedii, hadday wax khaldaan iyaga dushooda waa kaa waa haynaa bay dhaheen. kan labaadi ninkii mucaawiyatu xakami sulami ahaa markuu nin hindhisooday ee uu yarxamuka allahu ku yidhi isagoo nagen hadalka in la taxriimiyey sujuudu sahwi la ima lama dhihin, sababtoo maamuun buu ahaa ficlan maxduurinna waa sameeyey, sujuudu sahwi uu la yimaado ahayd la ima lama dhihin. maxaan ku fasirnaa, waxaan ku fasiraynaa imaamku inuu ka xambaaray faludanna hadduu malaeyo salaamuhu imaamka salaada inuu ka baxay aad u malaysa. shan qarun baa isu kaa sawirayo salaadii ataxiyaadka u dambeeyey loo fadhiyey baan imaamkii ka hor salaamo naqsadayo fasallama salaadii uu ka baxay. salaadii ataxiyaadkii loo fadhiyey baa waxaa istiri wuxun baa kugu akhriyey salaadii imaamki waa ka baxay kata asalaamu calaykum salaa tiri fabaana waxaa caddaatay khilaafu wax ka duwan imaamkii salaadii ku jira asalaamu calaykum taa tiri ubadalkii oo salaadii wili ku wada jira aragtay imaamka aan bixin soo ma dhacdo way dhacdaa inaad mar iska istaagtiin inaad iska rukuucdiin inaad salaada asalaamu calaykum ka hor dhahdii waa dhacdaa. falow danna hadduu maleeyo salaamahu imaamkii salaadii inuu ka baxay oo fasallama isna uu ka baxo oo fabaana ay caddaato khilaafu wax ka duwan salaadaadi waad ku jirta waad ku soo noqon halkaagii waad ka meysi sallama macahu imaamku la salaamo naqsan walaa sujuuda sujuudu sahwina lagaama rabo sujuudu sahwi lagaa rabo ma jiro maadaama maamuuna lahay alimaamu daamin imaamka damaano qaadee raac faatixadii rukniga ahayd buu ka xambaaray sujuudu sahwi xagee joogtaaba faatixadii ninkii rukuucda kusoo gaaday soomaynaa soomaali imaamka xambaaray hadduu rukni kaa xambaaray sunna intee joogtaa sujuudu sahwi isaa kaa xambaaraya waay walow dakara hadduu xusuusto fii tashahudiisa waa taxiyaadka ku jira takrar farka rukni rukniin uu ka tegay hayra niyati hayri niyati waltakbiirati niyo iyo takbiir waxaan ahayn inaad kasoo tagtay waa xusuusto qaama uu istaacdaa imaam baa maamuun baa tahay ataxiyaadkii waa u fadhidaan labadii rukuucdii inaad kasoo tagtay baad xusatay ama faatixaba aadan akhriyin macduur nin ahoo salaaddu ka horeyso rukuuc kasoo gaarayna ma tihid faatixada rukni lagaa rabay waay waad xaqiiqsatay inaadan ataxiyaadkaad ku jirta faatixadii ka horeysay akhriyin macnaha maxay noqonaysaa maa bacda almatruuki laqwun soo maaha aad faatixadii inta ka dambeysay laqwi waay aad ku jirto ayb laqwi haddaad ku jirto labaa ku isu haysata wuu noqonayaa qofkii halkiiuu ka soo tegay wuu bilaabayaa imaamku la soconaya labaa ku isu haysa ayuhumaa yuqadam waxaa la hormarinayaa qaamu wuxuu istaagayaa bacda salaami imaamihi imaamkiisu markuu salaada ka baxa kadib ilaa ragcatii ragcadda ka dhiman ragcaddaada waxba kama jira rugnigaa ka tagtae halkii ragcad baa dhammaystiri markii imaamku salaada ka baxa kadib walaa yasjudu sujuudina maayo amaa sujuudu sahwi markaad sahwiga gelaysay imaam baad ku xirnay rukniguuba qaadaaye sajaada sujuudsahwin uu kaa qaaday waa kow labada khiyaar maxaa loo yidhi bacda salaami imaamihi labaa ku isu haysata mutaabacada imaamka aad raacdo iyo rukniga oo dib ugu noqoto rukniga dib baad kala iman kartaa oo waa ciwad iyo tabadel baa la keeni karaa mutaabacada imaamkase wax dib lagala imaan kara maaha laba waajib ood midda dib ka hareeri karto midaadan hareeri karin hadday isu yimaadaanna kaan la hareeri karin baa la hormarinaya min baabi awlaa halkaasay ku sareeyeen nadarada fuqahadeena raxmat ullahi calayhim jamiican ayib intaasi wixii sahwi kaa dhacay adoo imaam ku xiran imaamkaa xambaaray sujuud sahwi lagala rabo wa sahwuhu sahwiga ninka maamuumka bacda salaamihi
imaamku salaada markuu ka baxay kadib atahwiidina laa yaxmiluhu ka xambaari maayo. hadduu salaadii adoo ku jira uu salaaman maqsaday imaamkii, ragcad baa ku dhaartay, labaa ku dhaartay, saddex baa ku dhaartay, tii baad la ima tiri, sahwi baad gashay, xilligan imaam buu ku yahay sahwi gelayso maya, waxba kaa xambaari maayo. lanna asalaamu calaykum markuu yidhi qudwadiinni way dhammaatay, imaam iyo maamuum isuma tihiin, salaadiinnina xarigii wuu karantay, waanan soo marnay masaladaas. mar hadday sidaas tahay, bacda salaamihii oo xarigii qudwadii iyo jamaacadii ni gooday, sahwigaad la timaado faka sahwi lmunfaridi leh, nin keligii tukanaya sahwi oo kaleeta tahay, anaa sujuud sahwi ala qaba. falow sallama almasbuuq, ninkii salaada laga horreeya aduu salaada ka baxo, bacda bisalaami imaamihi, imaamkiisa salaadiisa markuu ka baxay uu kala baxay, ragcad baa ku dhaartay, imaamkaad la taxiyaatatay, assalaamu calaykum markuu yidhi baad isaalmaanta, adna asalaamu calaykum baad la tiri. isaga asalaamu calaykum markuu yidhi xiriirkiinni waa kuwa imaamnimadii, assalaamu calaykum dadan markaad leen adiga waa sahwi, sahwigaagana imaam iyo maamuum isuba tihiin, maxaa ka dhacaya banaa salaadiisii horta halkay ka sii wadanoo markuu isxusuusta dhammaystiran waa saajada sujuudu sahwu leeman, lanna sahwigan wuxuu ku dhacay bacda firaaqi imaamihi, imaamka markay kala baxeen kadib. intaasi waa sahwigaagii iyo imaamku wuxuu kaa qaaday. tayib adiga maamuum baad ahayd, imaamkii waa sahwi, sahwigiisi ma ku fuulaya? haa, adiga kal imaam, adiga macal imaami ka shayin waaxidi baa tahay, wixii isaga uu sujuudu sahwi lagu yeesho adna waa lagu yeeray. wayalxaquhu maamuumkii iyo ninkii qudwada ku tukanayay waxaa haleelaya sahwi imaamihi, imaamkiisa sahwigiisa adna waa ku qabanaya. fain zat sajada, hadduu imaamkii sujuudu sahwi sujuuda laazimahu, waxaa ku laazimaya mutaabacatu inuu raaco imaamkii atxiyaadka horuu ka tegay, sujuudu sahwi u sujuuday, waa inaad la sujuuda adiga adu inaadan ka tegin baa dhici karta, ana waan ka tegay markaad adiiray atxiyaadka ragcadda saddexaad baa kaga soo xiratay, ragcadda saddexaad badanaa kusoo xiratay, isna atxiyaadka horuu ka tegay. xataa qabla intaadan kusoo xiran buu sahwi galay, sujuudu sahwi buu u sujuuday, adna waad la sujuuday adigana waa la sujuudi. inamaa jucila alimaamu liyutama bihi, salaadiisay ku xiran tahay salaadaada. wa ilaa fayasjudu cala annasi, haddii uusan imaamkii sujuudin marka sahwi buu galay, mana sujuudin imaamkii sujuudu sahwi, adiga sujuudu sahwi waa lagaa rabaa sunna way weyi, marada sahwigii xambaartay isagu taqsiirka uuga tegay adiga kaa cafin maayo, markuu salaada ka baxo baa sujuudu sahwi la iman, waase haddii aad salaad isku mar bilowdeen baa laga hadlayaa. oo aniga seebu sahwigiisu dusha iga fuulay, salaadaadu tiisay ku xiran tahay. xataa ninkii musaafirka ahaa ee laba ragcaduu tukan lahaa, hadduu nin imaamahoo muqiima ku xirto iyagoo salaadiisa kamidana ha noqotee, salaada soo igu dhammaystiran nas maa. xadiidkii ibnu cabaas ee abu daawuud iyo weyaan asaxiibaynaa iman doonaa, musaafir baa tahay, waajibkaagu waa laba ragcadood, ragcaddii u dambaysay atxiyaadkii u dambeeyey baa nin imaam oo muqiim oo afar tukanayaa ku xiratay, afar baa kugu waajibi, waayo isaga afar hadduu ahaa in yarna aad ku xiratay way ku saamaysay. waajib ragcadaaba ku saameeyey sujuudu sahwi labaa maxay sheegi way ku saamayn, halkaasaa laga qaadanayaa qaabkay kuu saamaynayso. adugu inaad ku racdi, inaad ku racdo aday kuu taalo wey, laakiin wejkoodii iyo meeshay saareen inaana meel cidla ah joogin inaad fahantaa muhima. wayalxaquhu waxaa haleelaya sahwi imaami, fain sajada laazimahu mutaabacatu waa ku laazimi, wailaa fayasjudu isagaa sujuudaya cala nasi, sida maska imaamu shaafici nasi hadday ku dhahaan aayad iyo xadiis maaha, waa hadalka imaamu shaafici baa cadeeyay, nasu limaami shaafici wey, istilaaxa inaad la socoto waay, walow iqtadaa hadduu ku daydo masbuuqun, istilaaxa inaad la socoto waan ku leeyay, waxa laga yaabaa muqadimadii inaada nala joogino aad gadaal ka soo gashay, marka baynihii laysku imtixaani jiray oo kale aad noqoto, walow arsala rasuulan faankara rasuul intii lagu yidhaahdo allahuma sali wasali wabaarik calayhi adaada wlyidhaa alaana aanan iyo xaniifata iyo mudarisleyn ka soc hooska laa weeyi kitaabka alrasuulu iyo haddaad maqasho matniga minhaajad ku ardo alrasuulu haddaad ku aragto nebi maxamed looma jeeda sal slam, nin meel loo diray baa loo jeedaa, nin buu diray, nin buu soo diray, xaggaa loo diray, laakiin minhaajka dhexdiisa haddaad soo istaagto ada cumaamad weyn walow arsala rasuulan allahuma sali wasalim alayh haddaad dahdo halka waxaa lagu ogaan hoos ma qodmidi bilaash cumaamad weyn baa loowataa, laakiin hooska laa baa tahay ka soco wey kan waxba ka hibaysan waxba ma garanaye ruuhaaga fito iskaga soco wey kan walow iqtadaa hadduu ku daydo
وصلاته كحرته مسبوق من صلاته لقلوه الرئي قيب كمده وقيب عطي بمن إمام بكحرته سهاه ارتين سهويه بعد سهاه سهويه بعد اقتدائه مركو خضيه كده إمام كيبا مركا كحرته كده بسهويه صلاتنا قيب عطي وكذا قبله وحالا ميدا انت آذن كحرا باسهوي كسود عاكلا صحي سنة راجع فالصحيح سنة صحيحة أنه يسجد معه ولا سجود يكون لكن سجودا كيسه يا امام امام كي لورع عضو باكو دارتي لورع عضو عشاء قرص وحراتي سجود السهو يقول لي يمين سهو يقول اما انت اعلت شوكتين بوقالي اما انت اعلم قرص وحرام بوقالي اخر كي سلاة دي سو يمين سجود السهو يقول سجودي وان راع وان سجود السبب سجود السهو يسيب سجودي لكن سجود السهو محل كادو واخر صلاتي أدبنا صلاة آخر كذي صلاة آخر كذي ما تشوفين تنحيتها للمتابعة إمام الراعي تان كسر السجود تاني أدب السهو إمام كدش كافو لا يقرب من منايا ويسجد ثم يسمى وحوي ثم في آخر صلاته أي ثم يسجد وسجود يا من كان في آخر صلاته صلاة آخر كذا مركو قاري أنت عطيها تكتب فسجود السهو للإمام وما لو تربى سجود السهو لمن ما طوى سجود السهو في محل كذا آخر الصلاة وهي تي هرنا إمام بالله هذا متابعة للإمام بعد السجود يسي لا بد السجود وكان عدي سوما فإن لم يسجد الإمام إمام كدون السجودين وسجود السهو يسكب الدنيا ما كسر ما كمل سجد وسجود يا مامونك آخر صلاة نفسي نفسي الصلاة ده آخر كذا ما كنا ما يستر على النص سيما مشافيه عدي وسجود السهو إني سوي سجود السهو وحاني سجود السهو سهو بعد صميسي الله رجع على الله سجود الأولى يا مخدري صد حتي ردان سوي ما ليح سجود بان أفر تربان سوي ما سجد سجود الله يا مخدري وسجود السهو سهو السجود يسو وإن كفر السهو وهذا بطاطور سجد الثاني لما سجود كريوي وكسجود الصلاة تصير صلاة لو سجودنا لو سجودي هل كان الله حب سرو كوشري سهو وهدو تعدده وانت اصلا شركاء سجود سهو والله لي موي تعدد يقول ملا مدى الله سجود سهو سي لو سجودا سي سجودا صلاة عادية لمدين نوع قارة إذا أداب قارة يقاب قارة ملا سيدا سجود عادية لصلاة التقيني مبارو سجودي سهو وهي نبي صلى الله عليه وسلم سيو قصري ذو اليدين لو سهوي بعد عاي كو صلاة اللبا مركوتو كذي وكبحي لبا خلط كلاب عايو ويستاغيو حق عاسو فريستي صدح مت صدحات بعد عايو وهضلي انتا صوتا سجدتين للسهو وسجودي حديث سيدا عضينا يا رواتي لكن ضعف باكوتي والجديد قولك جديد كي يمام الشافعي أن محله قرب على السجود ياوي محله محل السجود سجود السهو يبوس كيسو بين تشهده مركو التحيات كالدنبع تحيات سهو إيا وسلامه صلاة انتونا كبه حواري فكا التحيات كالدنبع يسو السلام عليكم نعلم بهم أي سجود يسو حديث كابي سعيد باناها إذا شك أحد مركو يجي ولن يسجد سجدتين قبل أن يسلم حد صلاة ونبو التحيات وركت تغينا وحو سجودي قبل أن يصلي أنتم سلام عليكم صلي حديث تاتي رجحين من حيث المعنى أنا وهو رجحينه قل صلاة كتيرة وصلاة الله كوي وحام مناصبة أنت لقبحين إن الله كوي فإن صلّم حدو صلاة كبح عند كسب وغبح سجود السهو قوادوغي والحسوس ني كسب لغتك طي السلام عليكم السلام عليكم باتري فاتا وقت يدواتك في الأصحي سيراجحة فكسب وغطتي صلاة دينا كبحري وقت قيدي والله طافي انت على السلام عليكم لهم بيحي او سهوا هالمان بوغتك يا لفتي خلط بعد صوغة شيء سجود سهو قال لك عربي ايدي لفتي لها هالمانتي دي بعد كحسوسة صلاة دينا كبحري كده ما يجب الله ايمان اياه بس وقت قيدي هدنا مر لبعد وقتكي فانت وطال الفصل هدو حلي يود حي صلاة كبحري يا وقت يا ضبال حسوسة وقت ليري هينا فاتوا تقريا في الجديد قولك جديدك وإلا فلا
هذا وقت يقول يا رأينا السلام عليكم تدردر بحس وسطنا فلا بتل يا على النص سيد النص والشيء سيد النص إمام الشافعي وكل شيء وقت يجي كامل تجين هو سجود السهو على الإيمان السلام عليكم تكذب فسجود السهو على الإيمان طيب ما كان الله بعضا وإذا سجد هدو سجود صار وثم قنايا عيدا متكون نقضي إلى الصلاة صلاة في الأصح راجحة ومر لا بد السلام عليكم السلام عليكم غرابة فيه السهو يا رب سمايسي يدب كحزوسة طي والله صار صلاة دني ما نكبحين بعد نقطي سجود السهو على الله تبي حتى صلاة كبر حيسا سمح الكذي على الله سلامتي وأنا كنا بيسا ولو سها إمام الجمعة إمامك الجمعة تكين يهدو السهوية أو سجدوا أي سجودان جمعة وقت ما يلاه وقت الذي هضيك أفطنا للظهر بعض ما يستريا ولو سها إمام الجمعة يهدو السهوية أو سجدوا أي سجودان أو فبان أي عداته فوتها إلى جمعة وقت الذي تغيروا أعطيه أتموا ظهرا ظهر بيت ما يستري الدونان وسجدوا قلان ويك سجود يعني لا مرة عضاد وكلا يكون داري وظهر بيت سبب داري سلام ما كان ظهر سبب دشيا فرت كلام سجود السهو يهرى سجود ما موضع يعني محل كذي ما هنا آخر كسلاة السجود يعني مسألة راسية جمعة وقرن يكون بحرا إن شاء الله بعض صلاة الجمعة نقول لنا هديا لنا مسألة قدر ما يسبب كان ولو ظن هدول ما يسهو يسوي فسجد وسجودي وحاق أم رئيسي إن تسهوي لي ولا تحيات وركتك سجود السهو بعد الله تبي فبان وحاء عداتي عدموه إن السهوي له تحيات ورمتين بعد الله التحيات كتلتان كيس السجود دور إم رئيسي كذب وحاقو عداتي وإن السجودها كتر دي وعلى مبسطي إن السجودي خلال هرم تيري حضو خلال تيراوه خلال كان ضبيه تيرانا وخلال سجود السهوي استغل محال الرسمي بحالي هذا المال ما راح يقشر منديري منديب على الغد على الغتشة منديش اللفت إذا هذا ما راح يقشر محل وصل من بعدي منديري وحوتشة إلى اللفت هذا ما راح يقشر وحامل خلاص هذا يقشر سجود سهو بكرة سجود سهو اللفتي في هذا سهو النظام محل صغير ولو ظن هذوهم بلايين هذا واحد كسر بيع كراو وعلى رهلا هذا برضه ولو ظن سهو حوم ملايين هذوهم ملايين وسهوي وفسجد السجود وسجود وفبان عدات عدمه إن سهو تشري ولو سجود بتشري سجد هذا المرك السجود يا فلان صحيح يا راجحة سهو هذا الدعاء هذا السجود سهو لا راعي عضها لا سجودها لا وكر على وقريا لا سجود سهو كله ويكون سهو يجا سهو هذا السجود يا بيري والله على كسب بيري صلى الله عليه وسلم سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك.